هعمل لكم فراخ بصوص التمر الهندي والزيتون الاخضر. اول حاجه انا عندي فرخه متقطعه 4/4، عندي معلقه سمنه كبيره، ملح، فلفل اسود، شطه، كركم، حبهان، واحده بصله متقطعه جوليان، كوب تمر هندي منقوع، وزيتون اخضر سليم بدون بذر. طيب الطبق ده سهل جدا، بيتعمل كله ني في ني. اللون الاساسي فيه والطعم هو جاي من التمر الهندي والمنقوع التمر الهندي، هيسوي الفراخ حلو قوي وهيديها كمان طعم حلو قوي. فهنزل الفراخ الاول، او ممكن نعمل الصوص على طول. تعالوا نعمل الصوص وننزل فيه الفراخ. هحط معلقه زيت زيتون كبيره، هنزل فيها منقوع دبس التمر، منقوع التمر، البصل، الجوليان، البهارات بتاعتي كلها، هقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس، وهنزل عليه كمان شوية من منقوع التمر نفسه. هقلب كل ده مع بعضه وهنزل فيه الفراخ على طول. هنزل الفراخ كل ده وحاول كويس قوي ان انا اقلبها، ولو قدرنا ان احنا نعملها من بدري ونسيبها في التتبيله دي هتفرق قوي قوي في طعمها. اني اقلبها كويس وبعدين هدخلها الفرن، هتاخد تقريبا نص ساعه وبعدين هتاخد ربع ساعه كمان تحميل لوشها. هقلبها كويس قوي الاول في الصوص ده. طبعا التمر الهندي هيدي لون خطير للفراخ وطعم كمان حلو قوي ليها. تعالوا بقى ننزلها في البايركس، بس هزود لها الاول الزيتون الاخضر وطبعا ملح وفلفل. مش هزود قوي الملح عشان انا حاطه الزيتون الاخضر فيها، هيديها هيحدقها اوريدي. تعالوا بقى نقلبها في البايركس. وهنزل كل الصوص ده عليها. وهحط كمان شوية زيت زيتون تاني على الوش. وتعالوا ندخلها الفرن. هدخلها الفرن زي ما قلت لكم هتاخد تقريبا نص ساعه وربع ساعه كمان تحمير وش.